السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في أمسية جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين الليل الخميس 25/6/2020. احنا دائما نقول للشباب ورونا البحوث بتاعتكم، ماجستير، بكالوريوس، الدكتوراه، ودي حاجة بتخلي انه يكون في نقاش صحي ما بين الأعضاء والناس الخبراء. يكون في ناس يعني عندهم اكسبرتيز كبيره واكاديميين وباحثين اماجد ممكن يدوكم فيدباك ويساعدوكم في الحياه بتاعتكم. ففي هذا الاطار يسرنا الليله نستضيف الباحثه امتثال النور مرشحه لنيل درجه الدكتوراه في جامعه التكنولوجيا الماليزيه، وهي محاضر حاليا بجامعه سلطان بن عبد العزيز في المملكه العربيه السعوديه. امتثال عندها ماجستير علوم حاسب من جامعة السودان علوم التكنولوجيا، كذلك هي خريجة بكالوريوس علوم الحاسب من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. فنرحب بامتثال. اليوم هتتكلم عن البحث بتاعها شغالة فيه، كيفية إجراء بحث متطور في أمن الكمبيوتر، تحديدا أبحاث أنظمة كشف التسلل How to conduct cutting edge research in computer security intrusion detection systems research. مرحبا بك يا امتثال، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. شكرا دكتور نور على المقدمة، وشكرا للاستضافة في مجموعة الباحثين السودانيين. في الحقيقة أنا البحث بتاعي اللي هو يعني ظاهرة وشيل العرض، ما شيرت الاسكرين. عملي شير السكرين ما ظهر بس. yes. أنا كنت عملي في السكرين. في السكرين. ممتاز. okay. أنا بعمل البحث بتاعي في intrusion detection و specifically في using multi-agent. أول شيء العنوان التايتل بتاع المشروع بتاعي اللي هو Cooperative Multi-Agent System for Intrusion Detection Using Reinforcement Learning، يعني combination كده من الحاجات. Multi-Agent طبعاً دي تكنولوجيا جديدة اللي هي بتستخدم يعني Entities Autonomous Entities، وبتستخدم Advanced Techniques زي اللي هي Machine Learning وكذلك الديب ليرنينج برضو مستخدم حديثا. البحث بتاعي بستخدم اللي هو الريينفورسمنت ليرنينج في الكشف للانتروجنس او الاتاكس في بيئة النتورك بتاع الكمبيوتر. انا هتكلم جنرالي، ما هتكلم عن البحث بتاعي سبيسيفيكلي والديتيلز بتاعته، لكن في حتات حقوم ارجع بذات في العملي، ارجع لاجزاء من البحث بتاعي تطبيق العمل اللي هو انا عايز اركز عليه جدا اليوم. بالنسبه لاطار النظري ده الناس كلها يعني عارفه يعني شنو literature review، يعني شنو problem definition، اشياء دي حمر عليها سريع، هركز اكثر شيء على الجزء العملي. طيب طبعا دي الخطوات لاي بحث تبدا به اللي هو literature review. أنا صراحة في حاجة عجبتني إنه في بعض الـ supervisors بيقوموا بإعطاء الباحث أول ما يجي بيدوه بروبلم جاهزة. أنا بتهيلي دي أو بتختصر على الباحث كتير أحسن من تخليه هو يعني يلف ويدور لحد ما يلقى بروبلم. أنا الحالة دي لكن لما يكون الناس في جزء من مجموعة بحثية ولا كده أيوة، المجموعات البحثية دي أنا شايفة إن إنه النظام ده كويس جدا، بيختصر على الواحد الزمن وبخليه فوكس أكتر. لكن أنا بالنسبة لي كان الوضع مختلف، يعني هو صح البروف بتاعي داني إنه هو بريفير إنه أنا أشتغل في الحتة دي، لكن برضو في النهاية أنا دورت يعني أخذت زمن كتير لحد ما طرحت البروبلم بتاعتي. فأول ما نبدأ طبعا عادة بنبدأ بالليتريتشر ريفيو، بندرس اللي هو state of the art يعني كويس جدا حد ما نطلع ببروبلم، نشوف وين نحن بنقدر نعمل contribution في body of knowledge بالنسبة مثلا للintrusion detection.
اوكي بعدها بتيجي المرحله الثانيه اللي هي problem definition، نحدد المشكله بوضوح جدا انه الاريا اللي عايزين نشتغل فيها. بعدك بنبدا في تحديد solutions او نصمم solutions للproblem اللي لقيناها. في طبعا هنا في خطا املائي، implementation and data generation. Sorry for this. ما عارفة كده صح ولا لا. Yes and data generation. دي المرحلة اللي هي بعد ما صممنا الحلول بتاعتنا وبدينا في مرحلة التطبيق. مرحلة design التطبيق. solutions S O L U T T yes sorry طبعا ناس الكمبيوتر ساينس وهذه كلهم قاعدين يملا يعني ما بيتم على الكوركشن الاوتوماتيك كوركشن الكتابه بتاعته لما يخشوا الحياه العمليه تلقى الزول بيكتب اي كلمه بتلقى في بدايه الكابيتال ليتر في نص الجمله بدايه الجمله في اي وقت. اوكي تمام. طيب والمرحله الاخيره اللي هي ريزلتس اند ديسكشن. طيب بالنسبه للليترشر ريفيو ده انا دي الطريقه اللي انا بمشي بها. اول ما بديت انا اصلا كان عندي انترست في كمبيوتر سيكيورتي عموما، يعني كان اهتمامي بالكمبيوتر سيكيورتي. بعدك طبعا درست الاريا بتاعت الانتروجنت ديتكشن، كنت اول شيء درست برضو مالوير، عملت بيبر فيها في النهايه. يعني البروبلم اللي انا طلعت بها بعد ما عملت حاجات كتير انا تخليت عنها، في النهايه وصلت الى انه انا اشتغل على اللي هو intelligent detection using multi agent. ف بندرس نعمل باك جراوند كويس كونتكست، في النهايه بنطلع ب related study تكون يعني عندها relation strong relation مع المشروع بتاعنا. بنحدد المشكله بتاعتنا بالضبط problem identification. في المرحله دي الواحد بيطلع مفروض يطلع ب paper يعني عشان ياكد لنفسه يعني at least. فدايما يعني الواحد يكون حريص انه لما نعمل literature review يعني اعمل publish للشغل بتاعك. طيب في البروبلم ديفينيشن دي المواصفات بتاعتها اللي هي concise description of an issue to be addressed، انه وصف واضح دايما ودقيق بيكون للمشكله اللي عايزين نعالجها. يعني مثلا في الانتروجين ديتكشن في حاجات كثيره جدا انا حددت مثلا بالضبط I want to solve the problem of learning، يعني كان في مشكله في learning، يعني انا في الاريا اللي بحثتها كان في يعني الانتروجين طبعا كثيره دي اللي بيكون في types of attack جديده. اوكي ف المودلز اللي بتكون موجودة مبنية على machine learning. machine learning العادية طبعا عارفين machine learning فيها supervised learning و unsupervised learning. supervised learning بيحتاج دائما prior knowledge، وال prior knowledge دائما في حالة انه في rapid يعني generation ل new attacks ما بيكون مفيد، اللي هو ما بتكون موجودة اصلا ال prior knowledge. تمام. فأنا يعني حددت بالضبط إنه المشكلة في الانتروجين ديتكشن هي في الليرنينج، إنه أنا عايزة موديل أي يعني أتاك جديد يقدر يتعرف عليه. فكنت بحثت لحد ما لقيت إنه في ماشين ليرنينج جديد اسمه reinforcement learning، واللي هو يعني ظهر حديثا تقريبا في 1998. ده كان أول كتاب طلع في reinforcement learning، وهذا النوع من reinforcement learning بإمكانه إنه من غير prior knowledge يتعرف على intelligent detection أو whatever، يعني يقدر يعمل لي classification. كيف؟ عن طريق mathematical model وعن طريق التجربة والخطأ، يعني يجرب صح خطأ صح خطأ لحد ما يصل في النهاية ل solution. وكيف اخترت reinforcement learning عشان يحل مشكلة الليرنينج. في الريينفورسمنت ليرنينج واجهتني مشاكل تانية، اللي هي انه الموديل اللي انا استخدمته في الريينفورسمنت ليرنينج اسمه كيو ليرنينج.
انسكيلابل، يعني اذا كان عندي نمبر اوف فيتشرز كثيره ما يعني ما المشين ممكن توقف عديل. يعني انا اول موديل عملته كان باستخدام فيتشر واحده كان بيشتغل كويس، اول ما عملت فيتشر زياده بيبقى بيقيف يعني ما بيشتغل. فدي مشكله ثانيه بالنسبه للكيو ليرنينج اللي هي انه ان سكيلابل، فنحن محتاجين حاجه تخليه سكيلابل. ففكرت في حاجه ثانيه اللي هي انه اخلي الموديل بتاعي او اعمل بروبوز لحاجه تخلي الموديل انه يستوعب لو كان عندنا اللي هو فيتشرز كثيره. فوجدت برضو في حاجه اسمها فانكشن ابروكسيميشن، وفي ميثود كثيره في الفانكشن ابروكسيميشن استخدمتها مع الرينفورسمنت ليرنينج، وصار انه بيقدر يستوعب فيتشرز كثيره. ظهرت مشكله ثانيه اللي هو انه بالنسبه لايجنت واحد، حتى بعد استخدام الفانكشن ابروكسيميشن بالنسبه لايجنت واحد بيكون الليرنينج بياخذ وقت طويل عشان ما يتعلم، يعني بياخذ سايكلز كثيره وزمن كثير عشان يتعلم اللي هو الايجنت الواحد. ففكرت في حاجه ثانيه اللي هي استخدام كوبريتيف موديل يكون فيه مالتيبل ايجنتس يكونوا يعني مع بعض بيتعاونوا عشان يتعلموا، ونقصت اللي هو النمبر اوف سايكلز للليرنينج وصارت اسرع. وكونتريبيوشن رابع او ثالث، لان الكونتريبيوشن الاول قالوا انه هو اصلا اي رينفورسمنت ليرنينج المفروض يستخدم فانكشن ابروكسيميشن، فما اعتبروا لي اللي هو الفانكشن ابروكسيميشن كونتريبيوشن، فعملت كونتريبيوشن ثالث اللي هو ادابتيشن موديل، اللي هو انه في الشبكه في النتورك لما يكون في اتاك بيكون في بعض النودز فيها ترافيك عالي، فاذا انا عامله هوستنج للايجنت ده في النود دي فبيكون يعني بتكون الكابابيليتي بتاعت النود يعني ما كافيه لانها تشغل الموديل، لانه الرينفورسمنت ليرنينج بياخذ. لو سمحتي بس علي صوتك شويه اكثر من شخص، صوت بعيد الظاهر. صوت السماعه كده كيف؟ كده افضل كثير. طيب يلا، استخدمت حاجة اسمها أو adaptation model بحيث إنه في الشبكة في النتورك مش يعني على أي نود يشتغل اللي هو ال cooperation ده، ما يكون يعني بين كل النودز أو ما كل النودز حتى اللي فيها ترافيك عالي تكون داخلة في اللي هو عملية ال detection، لأنه النودز كلها بتتعاون عشان تلين انه في اتاك ولا لا. فعملت ادابتيشن بيعتمد على حاجه اسمها التيم ليرنينج، والتيم ده بيحصل لي سيلكشن بيز اون النيد النودز اعتمادا على درجه اللي هو نقول على شنو انها يعني قدر شنو انها فري، يعني ما في ترافيك عالي، يعني النود اللي فيها ترافيك عالي بيتم استبعاده من التيم، وبيفضل التيم فقط في النودز اللي بتكون يعني فري اكتر يتعاونوا مع بعض تلين انه الايفنت ده او الحاجه دي او الوضع السيتويشن بتاع الشبكه الحاليه هل هو اتاك ولا ما اتاك. ده باختصار البحث بتاعي. المشكله التشالنجز اللي واجهتني زي ما قلت لكم في المرحله الاولى اللي هي مرحله ايجاد البروبلم اللي هي اخذت وقت كبير وعملتها تو ليتريتشر ريفيو ونشرتهم، والتشالنج الثانيه كانت في الامبلمنتيشن. الامبلمنتيشن برضو طبعا اوكي، هنا بعد ما طلعنا بكونسايز ديسكريبشن اوف ان ايشو تو بي ادريس، بعد ذاك problem can be regarded as a difference between the current situation and the desired situation. طيب من literature review انا وجدت في بعض الstudies قريبه للوضع، او انا الشغل اللي انا عامله extension ليها تقريبا، اللي هي انه في بعض الزيزيس انا كنت يعني درستها بشكل موسع،
والمودلز اللي فيها كان في واحدة بتستخدم كوأوبريتيف ليرنينج بس يعني مختلف عن اللي أنا عاملاه اللي هو التيم ليرنينج اللي أنا عاملاه اللي بيعتمد على الأدابتيشن موديل. فأنا يعني المقارنة اللي عملتها بين اعتبرت إنه الموديل البروبوست باي أذر ريسيرشر ده كان نشره في 2015 اعتبرت ده الكرنت سيتويشن، وحقيقة أنا ده اللي هو السيتويشن المفروض يكون أفضل من السيتويشن السابق. أوكي إذن هنا دي البروبلم كان بي ريجاردد أز الديفرنس بين ذا كرنت سيتويشن أند ذا ديزيرد سيتويشن اللي هو الهايبوثيسيس إنه الوضع الحالي أو الوضع الجديد. طبعا دي النال هايبوثيسيس بنعبر عنها بالوضع الحالي، والالتيرناتيف هايبوثيسيس اللي هي ده الموديل اللي أنا عملت ليه بروبوز. طيب ممكن كان طبعا يكون اللي هو البروبلم ديفينيشن تكون انه تو استابليش كوز اند افكت ريليشن شيب، بس انا حكي لايجاد الديفرنس بين ذا كرنت سيتويشن اللي هو الموديل السابق والديزيرت سيتويشن اللي هو الموديل انا عامل عليه بروبوز. طيب انت سال الديزيرت سيتويشن ده هل عنده كاركترستكس محدده هتشرحيها ولا؟ والله بس يكون افضل من السابق. افضل بقدر شنو يعني لو قلت عملت اوبتمايزيشن ولا امبروفمنت لازم نحدد اي انكريس بس اي انكريس في الديتكشن اي امبروفمنت في اللي هو الريسبونس تايم بيكون افضل، يكون افضل من القديم. يعني انا عايزه الديتكشن اكيرسي تكون اعلى والريسبونس تايم ريسبونس تكون اقل، أو اللي هي عدد هي نحن بنحسبها بالتايم كذا بنحسبها number of cycles بالنسبة للليرنينج. يعني مثلا الموديل السابق لو كان بليرن في 2000 cycle والموديل الحالي بالكوبريشن بتاعه ده كان مثلا أي يعني أقل مثلا بإن شاء الله 900 بيكون أفضل من السابق. تمام طيب طبعا دي بالنسبه للobjectives. طبعا احنا عندنا في الجامعه حقتنا مفروض يكونوا at least 3 objectives، فزي ما قلت لكم انا الobjective الاول بتاعي كان اللي هو انه عمل reinforcement learning باستخدام الفانكشن approximation بتاع اللي هو linear function approximation، والobjective الثاني كان اللي هو cooperation between the agents، والثالث اللي هو الادابتيشن موديل. يس دي جاست اكزامبلز انا هنا حاطاها انه مثلا بيكون الاوبجكتيف الاول باستخدام نيورال نتورك فور اكزامبل باستخدام فيتشرز 1 2 3 وات ايفر كانت فيتشر نمبر اوف بايتس ريسيفد اور يعني على حسب الفيتشرز اللي بنختارها. بنختار طبعا ما بنختار عشوائي، بنختار بيز اون يعني انا كنت عملت طبقت اكسبيرمنتس راندوم فورست عشان اشوف اي فيتشرز هي ممكن تكون افضل في عمليه الديتكشن، فاخترت الفيتشرز بيز اون اللي هي الاكسبيرمنت اللي عملتها. طيب وكيف عملنا فورميوليت للهايبوثيسيس، عملنا فورميوليت للكويشن، طبعا ممكن تكون كويشنز او هايبوثيسيس فرضيه، عملتها فرضيه انه الوضع الجديد او الموديل الجديد اللي انا اقترحته هو افضل من الموديل القديم. طيب بعد ذاك طبعا في الميثودولوجي بنحدد اي شيء وبنبرر كل شيء. Data to be collected، هل نحن عايزينها quantitative ولا qualitative، method of data collection، tools used، كل حاجة نحن اخترناها بنبرر ليش نحن ليه نحن اخترنا الحاجة دي وليه ما اخترنا غيرها، لأنه في literature مثلا في ناس مستخدمين حاجات كثيرة نحن اخترنا حاجة تانية لازم نبرر إنه ليش أنا مستخدمة دي وما مستخدمة التانية. Describe your methods of analysis،
الميثود حتى اللي بعمل بها اناليسيس بوصفها data to be collected في شكله هنا في تكرار yes rational and assumptions underpinning your methodological choices. طيب نيجي لمرحلة الimplementation. خلاص أنا درست الأريا بتاعتي كويس واخترت البروبلم بتاعتي، عملت لها definition، اخترت إنه أعمل يعني حددت الobjectives بتاعتي objective 1 objective 2 objective 3. بعدها بجي ل how to implement البحث بتاعي. طبعا في الانتروجين ديتكشن في طرق لعملية الimplementation. في ناس بيختار real system، طبعا real system دائما بيكون expensive فما بكون practical انه الواحد استخدم real system. اغلب الناس بتميل simulation. طبعا في داتا سيت جاهزة وفي بعض البحوث يعني بتشتغل على داتا سيت. عارفة دار بدي صح ولا غلط؟ في طبعا داتا سيت اسمها في داتا سيت اسمها كدي دي كاب. يس دي داتا سيت المشهوره جدا داربا وكدي دي كاب وفي ان اس ال دي كدي دي كاب تقريبا دي اولد فيرجن لحد الان. انا ما مشيت على دي لانه البحث بتاعي ما يعني تقريبا الداتا سيت ان ابليكابل في نوعيه البحث بتاعي فما مشيت على الداتا سيت دي. عرفت عن الداتا سيت الستاندرد داتا سيت المستخدمه في الايفالويشن بالنسبه لي الاي دي اس اس بروبوزلز اللي هي داربا وكي دي دي كاب وان اس ال دي اللي هو الانهانس فيرجن اوف كي دي دي كاب اسمه ان اس ال. أنا مشيت على ناحية السيميوليشن. في السيميوليشن في NS2 وفي أومنيت بلس بلس وفي أومنيت. أنا بستخدم أومنيت بلس بلس. طيب بالنسبة لأومنيت بلس بلس هو يعني بيسموه النوع ده من السيميوليشن programs بيسموه discrete event simulation أو simulator واللي هو فيه عدد من الفريمواركس منهم الاينت وده اللي أنا اشتغلت عليه والبروجكت بتاعي اينت في فينس ودي للفيكل ان نتورك simulation للناس اللي بيشتغلوا على الأنظمة بتاعت الفيكلز دي. في فانيت بروجكت برضو موجود فيه. في فريم ورك خاص بالسمارت هومز موجود برضو في الأومنيت بلس بلس. أنا اشتغلت على الآينت وكله طبعا هو أوبن سورس بنجيبه يعني بنلقاه في الموقع بتاع الأومنيت بالإضافة لكل الفريم وركس المستخدمة معه. طيب بالنسبة للأومنيت بلس بلس بيتكون من ثلاثة يعني ثلاثة لغات أو تقريبا scripting language net و any اللي هي دي for configuration بالإضافة لل C++. طيب بالنسبة للغة net اللي هي network description ودي عبارة عن scripting language تستخدم for describing network topology. وأنا وجدت إنه النت قريب لي يعني بيستخدم مفاهيم في جافا موجودة زي الباكيجز زي
مثلا inheritance موجود نفس الانهيرتنس الموجود في الجافا هو نفسه الموجود في النت، ولكن still النت هي عبارة عن scripting language وليس powerful language. في سكريبت تاني اسمه إني وده بنكتب به في configuration بتاع الشبكة، وفي C++ دي object oriented C++ مستخدمة في الأونلاين. طيب عشان أعمل implementation للموديل بتاعي في أومنت باستخدام الأينت، أول شيء بعمل develop للنتورك بتاعتي network environment، بعدين بعمل develop للموديل. طبعا الموديل اللي أنا بعمله بيكون حاجة جديدة بالنسبة للشبكة اللي هعملها، النتورك بتاعتي اللي هعملها بتكون أصلا في component موجودة جاهزة، يعني الهوست موجود، الراوتر موجود، الشانلز كلها موجودة، يعني سويتشات بأنواع كل شيء، الستاندرز دي كلها موجودة في الأومنت، فأنا ما علي إلا أضيفها حسب يعني الشيء اللي أنا عايزة، يعني شكل الشبكة بتاعتي. مثلا عايزة شبكة فيها كلاود بالإضافة إلى يعني كم لان موصلة معها، فبعمل على حسب الحاجة اللي أنا عايزاها من الأشياء الجاهزة. بالنسبة للموديل بتاعي ده أنا بعمله، ممكن أعمل from scratch باستخدام C++ أو أعمل extend لموديلز موجودة أصلا وأضيف لها الجزئية حقتي، هتكون عن طريق استخدام C++ برضو واستخدام أعمل reuse ل يعني packages أصلا موجودة في C++. طيب بعد ما عملت الموديل في طبعا الاني دوت اني فايل اللي هو ده السكريبتنج لانجويج اللي قلت عليكم، ده بيتم عن طريقه وضع البارامترز بتاعت الشبكه والمودلز كله في دوت اني فايل. طيب بعد ما جهزت ثلاثه مراحل اللي بعمل جنريت للموديل بتاعي، بطلع الداتا وبعمل لها انالايز، هوريكم برضو الانالايز بعد شويه كيف بيتم. طيب برجع لانه كيف اعمل اللي هو سيمبل نتورك باستخدام نت فايل او نت لانجويج. طيب في النت لانجويج عندنا مفاهيم اللي هي دي السكريبتنج لانجويج اللي بتستخدم لتوصيف الشبكه، في حاجه اسمها سيمبل موديول وفي حاجه اسمها الموديول في حاجه اسمها نتورك. السيمبل موديول دي انا بكتبها بلغه سي بلس بلس from scratch. modules دي أشياء جاهزة اللي هي compound module، حاجات جاهزة بركبها مع بعضها وبعمل network. okay. network عادة بتتكون من sub modules، هي عبارة عن module ولكن بما إننا دخلناها في network فبنسميها sub module. في مفهوم اسمه channel اللي هو ده وصلة يعني أو القناة بين موديول والثانية أو سب موديول والثانية. في gates اللي هي عن طريق بتم إرسال الرسائل، طبعاً بيكون الكوميونيكيشن بين الموديولز المختلفة باستخدام هالgates والchannels. في حاجة اسمها properties وفي حاجة اسمها parameters، ده الأشياء الموجودة في لغة الند. طيب أنا هأعمل هنا دل أمنيت طبعاً، هأقفله الآن، هكفي البرنامج وأوريكم بيفتحه كيف. وما شايفين الشبكة أو الشاشة؟ وقف الشير بتاع الباوربوينت. أوكي. بعد ذلك عمل شير تاني. يعني كده واضح. طيب واضح. ده شيل سكريبت في لينكس مش كده؟ اي ده شيل. ايوه شيل بتاع لينكس. طيب بدخل الشيل بتاع لينكس ده طبعا، وطبعا بعمل لي سيت اب. الخطوات بتاعت السيت اب بتلقوها موجوده في اونلاين في الموقع بتاع بتاع أومنت.
بس عايزة أوريكم التفصيل كيف بنعمل حاجة دي. طيب ده الأم نت، طبعا ننزل أكتر من فيرجن. طبعا الحاجة اللي لاحظها إنه بيطلعوا فيرجنز كتيرة، ف أنا عندي أكتر من فيرجن هنا. طيب ده اللي هو الشيل بتاع الأم نت. طيب وبكتب الأمر أومنت بلس بلس. ما ظاهر، ظاهر ظاهر بس أوكي. فيو صغير من الشاشة ظاهر، ممكن يكون في أكثر من ثريد شغال في نفس الوقت. نرحب بجميع الشباب اللي هنا، شكلهم كلكم ناس طبعا سكيورتي، وفي زول بتاع انتروجن ديتكشن تحديدا ممكن يرفع يده. مش هقول شويه عمر، عمر ده صفه كده، صفه جديد للينكس ولا الايه ولا الانتروجن ديتكشن يا عمر؟ قال لي screen sharing is failed. اوكي ممكن احنا نعمل شنو؟ انا بعمل شير وبوقف الشير، بالتالي كده حاول من عندك. ايوه جات. تمام طيب بيشتغل معاي ده الأمنت. طيب طيب ده أنا كنت سويته الصباح البرنامج ده. طيب قلنا أول شيء الخطوة الأولى إنه بنعمل الـ environment بتاعنا الشبكة. طيب ايوه. طيب الاشياء دي كلها جاهزه موجوده في الامنت، يعني دي سيرفرات كونسول التحت دي ممكن تعمليها من مايس عشان نقدر نشوف الشاشه بصوره اكبر. اوكي ايوه. طيب الأجهزة قلنا كل الحاجات دي موجودة في الأمنيت، التوصيف بتاعها موجود، كل شيء موجود، وفي هيلب يعني لها، يعني مثلا كده بقدر أعرف الوصف بتاعها. شايفين الشاشة البوب أب دي ظهرت دي؟ في بوب أب سكرين ظهرت. الاي بي فيرجن 4 كده الوضع. أيوه. طيب في السيرفر موجود، كونفجريتر ده بيعمل كونفجريشن للشبكة، يعني مثلا يعطي الاي بي أدريسز والأشياء هذه. في الفيجواليزر ده للعرض، يعني حتى الانيميشن بتظهر في الشاشه برضه. وال HTTP كنترولر ده بيشتغل زي لوك اب سيرفيس حاجه زي كده. الراوترات موجوده، شانلز دي موجوده، سويتشات، الهوست. انا عندي هنا هوست موجوده دي بالاضافه لاتاكر. الاتاكر هو عباره عن هوست عادي، ولكن فيه ابلكيشن بتاع يعني اتاك برضو، ده موجود في الامنت. النوع ده من الاتاك هو سيمبل دينايل اوف سيرفيس اتاك، موجود كامل الباكج بتاعته موجوده هنا في الامنت. فانا جست اضفتها. كل اللي انا عملته انه جهزت مثلا الشبكه بتاعتي،
دي فيري سيمبل نتورك، وجمثة بإضافة اللي هو الابلكيشن بتاعي. الابلكيشن انا عامل فاير وول هنا ده ولا؟ فممكن طبعا تضيف فاير وول على الراوترز هنا ممكن. طيب ممكن طبعا الحاجات دي تتعمل باي دريك باي ماوس، تاخذ بالماوس وتعمل في تحط في الشاشه هنا او بالكود دل نت نت فايل. كويس، النت فايل هو زي بيشبه الجافا يعني. فدي الان باكج، انا بعمل باكج للبروجكت بتاعي سميته مثلا سودان بروجكت، واضفت كل الباكجز الثانيه اللي انا محتاجاها في النت فايل ده. يعني مثلا الكونفيجريتر لازم اضيف الباكج حقته، عملها امبورت، الايثرنت، السويتشات برضو، كذلك الهوست، كل الاشياء اللي انا محتاجة لها في الموديل بتاعي فبضيفها هنا. تمام، الان دي كلها عباره عن اكواد موجوده هنشوفها بعد شويه هنا في السورس بتاع الاي نت. تمام، طيب انا الشبكه بتاعتي دي مكونه من اشياء قلنا اوريدي موجوده، سميت شبكه نتورك، هي عباره عن كومباوند موديول النتورك، سميتها كونفيجريتر ايه. كويس، ودي الاشياء المفروض تكون موجوده في النت فايل، اللي هو انه كل شبكه لازم يكون عندها بارامترز، لازم يكون فيها سب موديولز وفي الكونكشنز، بالاضافه لمكونات اخرى، بس دي المكونات المهمه طبعا. طيب المكون بتاع البارامترز اللي هي المدخلات اللي انا عايزاها في الموديل بتاعي، وبتتضمن من ضمنها في حاجه اسمها السيجنلز والاستاتستكس، دي مهمه جدا لانها بتتخزن فيها النتائج. هنيجي بعد شويه للنتائج انه كيف يعني بنحصل النتائج من الاومنت ده. طيب الان انا عندي سب موديولز بالنسبه للكونفيجريتر ايه ده، اللي هي كونفيجريتر شفنا هنا ده، واللي بيعمل كونفيجريشن للشبكه، فيها HTTP controller اللي هو ده، فيها hosts اللي هي أنا عاملاها هنا دي الhosts، وعددها على حسب number of hosts هنا. يعني إذا كان number of hosts أنا حطيته 10 فحيكون عندي 10 hosts، لو حطيت 100 حيكون عندي 100 hosts وهكذا. طيب هنا كذلك عندي servers، server عندي 3 servers مفروض ثلاثة، ما أعرف الثالث مشى وين. في أيوة سيرفر 1 2 and 3، لاحظوا إنه عبارة عن ستاندر هوست عادي، يعني ستاندر هوست هو موجود في الآي نت، وأنا سميت إنه عندي سيرفر 1 وسيرفر 2 وسيرفر 3 من نوع هوست، ولكن بتختلف عن الستاندر اللي بتختلف عنده. أوكي، تختلف عنه هنيجي بعد شوية نشوف، لأنها بتستخدم سكريبت تاني، يعني بالإضافة لأنها هي هوست عادي بتستخدم سكريبت آخر، عشان كده قلنا إنها هي مختلفة عن الستاندر هوست العادي ده. يعني في فرق بين الهوست ده والسيرفر ده. طيب وعندي أتاكرز اللي هي أتاكر 1 وأتاكر 2، برضو هم عبارة عن هوست، والفرق الوحيد بينه وبين الهوست العادي اللي هو الأبليكيشن اللي حوريكم اللي بعد شوية، الأبليكيشن بتاع أتاك. طيب في راوترز هنا طبعا زي ما شايفين الراوترز، عندي ثلاثة راوترات اللي هم راوتر 0 1 و 2 من نوع راوتر. طبعا يا جماعة لو عايزين نشوف التركيب بتاع هو دي كومباوند موديول، لو عايزين نشوفها بالضبط فيها شنو بنعمل دبل كليك عليها ونشوف المكونات بتاعتها، فبنلقى انه الراوتر ده مكون نفس الطبقات يا جماعه لو بتذكروا اللي هو اللايرز بتاعت البروتوكول، اسمه بروتوكول شنو، البروتوكولات اللي هي بتاعت النتورك دي. فدي الهاردوير لاير، هنا في الاي بي، الاي بي موجود في الاو اس اي موديل. ايوه
physical application. Physical application هنا فوق هذه الابليكيشن. هنا في التي سي بي موجود في الترانسبورتيشن صح؟ دي النتورك لاير. نتورك لاير اللي هي فيها اي بي الاي بي 4 والاي بي في 6 ودي. فدي الكومبوننتس بتاعتها. هنا بتلقي بنلقى في الانترفيسز اللي هي انترفيسز بتاعت الإثرنت وكل شيء والكيوز كل حاجة. يعني مثلا point to point protocol ده اللي هو هنا ده ناس الفيزيكال صح؟ دي الفيزيكال layer yes. الفوق طوال الداتا لينك دي الداتا اللي هي بتاعت الاي بي. بعده نتورك نمرة أربعة ترانسبورت دي الترانسبورت اللي هو اليو دي بي والتي سي بي صح؟ والابليكيشن layer اللي هي الفوق دي. فانا يعني او اغلب الناس في ناس طبعا بيعملوا يعني هنا في البي بي مثلا ده البي بي دائما البوينت تو بوينت بروتوكول بيكون فيه زي البروتوكولات اللي بتتعمل فور زي اللي هو اللي بتتعمل لانه يسوي شنو اللي هو نعمل مودريت لل اذا ارتفع مثلا الترافيك نعمل له نعمل دروب لل بيعمل دروب للباكيتس موجود هنا البوينت تو بوينت بروتوكول. في ناس بتشتغل هنا طبعا. انا البروجكت بتاعي موجود هنا يعني اضفته في الابلكيشن ده. انا بصمم الموديول بتاعتي في سي بلس بلس وبضيفه كابلكيشن في المنطقه دي اوكي. فما شغال هنا في الجزئيه اللي تحت دي. طيب ده بالنسبة للراوتر. هنجي لو جينا للهوست العادي هنلاقي انه نفس التركيب ده بيشبهه تماما لانه اصلا الراوتر عبارة عن هوست ستاندر هوست. ف الان بقفل ده وعايزين نشوف الهوست. يس هنلقى التركيب بتاعه يعني نوعا ما في ابليكيشن هي في دي سي بي ان يو دي بي في هنا اي بي في و 4 and 6 ونفس اللي هو ال point to point protocols في الوايرلس لان. هنا كمان انترفيس بتاعه موجود وايرلس لان يعني نفس ال ده نفس الستاندر هوز ممكن يشتغلوا لي وايرلس نتورك. لو شفت الموديل بتاع الوايرلس نتورك كل الموديلز بتاعتها بنلقى انه هي اصلا هو نفسه نفس ده الستاندر لوكال هوز مع انترفيس اللي هو وايرلس لان. طيب ده اللي هو التركيب بتاع الهوست والراوتر. سويتشات نفس الشيء برضو ممكن تعمل كليك وتتعرف عليها. طبعا ده مهم جدا لأن الواحد في النهاية لازم يعرف مين مرتبط مع مين عشان هو لما نعمل الابليكيشن بتاعه يعني السند مثلا ما نحن قلنا الكوميونيكيشن بين موديول وان موديول بيتم عن طريق السند. فأنا لازم أعرف إنه السند دي حتودي وين يعني الجيت مربوطة وين. فلازم نعرف بالضبط انه الاشياء دي كيف مرتبطه مع بعضها. طيب انا الان عملت شبكه فيها 3 راوترز 3 سيرفرز فيها فيها مثلا عدد من الهوست بالاضافه الى عدد من الاتاكرز تمام. الخطوه الثانية اللي هي الكونكشن أو الربط بين هذه الأشياء اللي هي باستخدام حلقة. هنا في النيد سكريبت لانجويج فيها حلقات الفور لوب العادية بنستخدمها في جافا وفي سي بلس بلس هي نفسها. ففي الجزئية بتاعت الكونكشنز فبنقوم بربط الموديولز مع بعضها تحقق عندنا الربط اللي احنا شايفينه ده. طيب دي الخطوة الأولى اللي هي develop your network in Network Environment in Omnet++. الخطوة الثانية اللي هي الدوت إني. طيب ده يا جماعة بتلقوا التوصيف بتاع اللغة بتاعت نت دي موجود في المانيوال بتاع Omnet++. هو available موجود فري على النت على الأونلاين يعني. طيب هنا عندنا الأومنت++ دوت إني ده دائما بيكون
الملف اللي بنعمل بيرن للموديل بتاعنا. طيب هو برضو سكريبتنج لانجويج بيكون فيه جزئية خاصة بالجنرال، يعني هنا أي حاجة تحت جنرال دي بتنطبق على كافة الموديولز الموجودة في اللي هو النتورك اللي احنا معرفينها. وفي بعد ذاك سبيسيفيك كونفيجريشن ممكن تكون لي يعني مثلا عايز اعمل رن بمواصفات معينه فبسميه، يعني بعمل كونفيج وبعطي الاسم وبحدد الكونفيجريشن الخاصه اللي انا عايزاها. بعدين في الرن بتصل الاشياء دي، الاشياء الجنرال بتطبق كامله، وبعد ذاك الكونفيج دي بتظهر على حسب انا عامله شنو. هنا انا عامله انه عندي ستيب 1 دي عباره عن حلقه، يعني مره نمبر اوف كلاينتس 10، مره نمبر اوف كلاينتس 20، لانه هنا الستيب 10 قلت فروم 10 تو 50 ستيب 10، يعني ابدا لي ب او خلي الستيب دي ستيب 1 دي مره تكون ب 10 نمبر اوف كلاينتس، مرة تكون ب20، مرة ب30، 40، 50. عندي 5 رنس مفروض أعملهم. تمام؟ طيب يلا نجي نشوف هنا في الموديولز بتاعتنا اللي موجودة في الموديل اللي شفنا قبل شوية في التوبولوجي ده، الكلام اللي هنا سيرفرز وهوست كله، دي المواصفات بتاعته أو البرامترز بتاعته. مثلا خلينا نشوف الهوست. بالنسبه للهوست، كل الهوست ستار دي معناها اول، كل الهوست في دا من هوست، يعني من 1 اذا كانوا 10 من 1 ل 10، اذا كانوا 20 من 1 ل 20 كلهم. خلي كل هوست كانوا 10 من 1 ل 10، ايوه يس، اذا كانوا 10 كل ال 10 يعني، المهم على حسب العدد بتاع الهوست. طيب number of application 1، يعني الابليكيشن الموجود في الهوزة 1. طيب الابليكيشن شنو اللي هو type name؟ من type name بنحط اسم الابليكيشن. طبعا اذا قلنا number of application 1 فمعناه application 0. الابليكيشن الجبال لما نحن شفنا هنا في ال، انا قلت لكم مثلا ده هنا حيتربط هنا، يعني الابليكيشن. في طرق تانية طبعا لربط الابليكيشن بس دي الطريقة الاسهل يعني. طيب الابليكيشن اسمه شنو؟ HTTP براوزر، يعني اي جهاز من الاجهزة دي، اي هوست من الهوست دي فيه براوزر، برنامج بتاع براوزر HTTP براوزر. اوكي برنامج ال HTTP براوزر موجود في الام في الاي نت كويس. والهوست نيم اي ابليكيشن الهوست نيم سميه هوست، وطبعا هيكون الـ IP address بتاعه مختلف. في لو عايز تعمل log file ممكن تكتب اسم log file هنا، ممكن استخدم script ممكن لا، السكريبت طبعا موجود هنا، طبعا ده جاهز انا لقيته موجود في الاينت. السكريبت اللي موجود هذا اللي هو browse script، ممكن نستخدم البراوز script وممكن من غير script. طبعا ممكن ترجعوا للتفصيل بتاع ال HTTP browser، HTTP browser اللي هو موجود في ال INET source applications HTTP tools browser، ده الكود بتاعه موجود هنا. اوكي فده البرنامج بتاعنا اللي هنعمل لي، اللي هو عملنا لي ريفرنس هنا انه هذه الابليكيشن تستخدم البراوزر HTTP براوزر الموجود في الباكج بتاعت الاينت في الابليكيشن. طيب في اكتيفيشن تايم يعني 0 سكند، يعني من بدايه السيميوليشن يبدا الاكتيفيشن تايم بتاع البراوزر ده يبدا من اللحظه دي. ممكن نحدد انه يبدا في وقت معين مثلا بعد 5 ثواني، بعد 100 ثانية، على حسب يعني. اوكي طيب الحاجة الثانية طبعا هنا انا عاملة في الراوتر ده انه استخدم بروبتيل كيو ده، اذا حصل ارتفاع فيه يعني لو في تجاوز لحد معين في الترافيك اعمل دروب للباكج
باكيت باستخدام خوارزمية اسمها دروب تيل كيو. طيب بالنسبة للهوست قلنا في HTTP براوزر. طيب عندنا الأتاكر، الأتاكر الموجود هنا ده، هذه الأتاكرز فيها نوع بتاع أتاك اسمه، لاحظوا إنه هو أبليكيشن عادي زيه زي ال HTTP براوزر، اسمه HTTP سيرفر إيفيل بي بي، وفي واحد تاني اسمه HTTP سيرفر إيفيل A. التوصيف بتاعهم برضو موجود في السورس بتاع الاينت في الابليكيشن هنا، وبنلقى برضو في ال HTTP tools. انا صراحة ناسي مكانه بالضبط وين، انما هو موجود، ممكن تشوفه طبعا في الباكج عشان تتأكد من موقع الاشياء دي موجودة وين. في الباكج اللي عملنا لها import اوكي ممكن نرجع عليه مره ثانيه. طيب بالنسبه للسيرفر، كل السيرفرز ممكن تعمل له سيرش هناك في كويك اكسس دي، حطيت اسمه هنا ممكن ده، لا طيب دي ما بتهي لي كده جربيها بس اوف. ده بيعمل سيرش لي في نفس الكود هنا. اوكي ما في هنا، ما في اللايف. أيوة. لا لا اوكي. طيب هنا عندنا السيرفرز، ايوه السيرفرز اسم السيرفر اسمه HTTP سيرفر، موجود في ال HTTP سيرفر، ايوه ده، و دي ده التوصيف بتاعه، سواء كان من ناحية نت ديسكريبشن أو سي بلس بلس موجود هنا، دي الباكيج حقته. طيب إذا دي سيرفيس، دي طريقة الإني دوت إني فايل بالطريقة دي، أشياء موجودة ما علي إلا عملت عليها إضافة هنا. برضو الإنيشاليزيشن دوت إني فايلز يعني الشرح بتاعه والدوكيومنتيشن بتاعه برضه موجود في المانيوال بتاع نيت بلس بلس، والمانيوال برضه بتاع اللي هو اي نت كذلك بنلقى فيه كل التوصيف بتاع دوت اني فايل. كويس طيب حطينا كل الحاجات بتاعتنا parameters كل شيء، والتوصيف بتاع التوبولوجي بتاعتنا وكل شيء. بعد ذاك بنقوم ب بالرن. الرن طبعا من هنا من ال dot ini فايل، ممكن اضغط عليه كده باليمين واعمل run as. أو من هنا وأشغله. طبعاً بحتاج أعمل share للrun. يأخذ زمن دران 7-16%. يعني ما بياخذ زمن كثير. عندك واحد من الامج كده هاي جاهزه بياخذ يعني 16% دي سعي بتبقى 90% عادي يعني. اوكي البيلد ممكن ياخذ زمن، يعني لما نكون عدلت في الكود بتاع السي بلس بلس واعمل بيلد وشكله عمل بيلد الان.
وأداني خطأ كمان. طبعا إذا تعدل أي شيء في في البروجرامينج بتاع الاينت معناه لازم أحصل على بلي. اينت من جديد. نعم خلاص يعني ما مشكلة أصلاً، دي حاجة متوقعة في اللونش بتاع مايكروسوفت ولا تسلا ولا بتاع، لازم تحصل لك حاجة زي دي. مفهوم الموضوع. طيب بعد ما نعمل رن بعد ذاك بيحصل جنريت للداتا. طبعا الداتا مع الاومنت بيحفظ الداتا في نوعين من الملفات، في ملف اسمه سكيلر وفي ملف اخر اسمه فيكتور، وبرضه بيحفظه في شكل هيستوغرام. دي ثلاثة انواع من الاوتبوتس موجودة في الاي دي اي بتاع الامنيت. في طبعا اللوج فايل، لكن انا عايزه اشوف بس الملفات اللي بتتعمل في ايوه مثلا دي ريزلت قديمه. اوكي فعندي الملفات هنا سكيل، السكيل اللي هي دوت اس سي اي، والفيكتور في دوت في اي سي. كويس فبتتحفظ الداتا هنا. طيب هنا الفي سي اي ده الهيستوغرام. ايوه لا الفي اي سي قصدك ده ما الفيكتور والثاني السكيلر. الفي سي اي ده الهيستوغرام ولا سي في اس ده الهيستوغرام. هم ثلاثة انواع. أوكي. أنا صراحة ما قاعد أشتغل بيدي، قاعد أحولهم لكومن سيبريتد فيرجن وبشتغلهم في 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 بايثون ولا آر. أوكي. لأنه ده ما فيه يعني ما بحس إنه بيديني الحاجة اللي أنا عايزاها. طيب مثلا عايزة أفتحه، بفتح دبل كليك. اوكي سو اشتغل لانه كان في خطأ في ذاك فدرن الجبال بتاع شايفين ايوه درن الحصر. اي طيب دي الشبكة بتاعتنا، ده طبعا الاوتبوت بيظهر هنا ورن رن وبيوريني الموديل شغال كيف. طبعا ممكن تسرع الموديل او الران بتاع الموديل اللي هو فاست او حتى اكسبريس عشان يعني يدي النتائج سريع. دي من وين الاوبشنز دي؟ الاوبشنز دي فوق هنا اللي هي في ستيب وفي ران وفي فاست وفي اكسبريس. اكسبريس بتديك اقصى سرعه فبيشتغل بيديني الريزلت هناك. الآن الشيزة دي شغالة بيرسلوا هما ديل عنده كله هنا كله هوست عنده براوزر بيرسل للسيرفر بيطلب صفحات. ده الترافيك العادي. طبعا أول ما يبدأ الأتاكر يشتغل بيبدأ الترافيك يرتفع طبعا فجأة بيزيد. المفروض الحقيقة طبعا تظهر بعدين في الأناليسيس بتاع النتائج، يعني أنا حوريكم بعد شوية في اللوج فايلز مش كده اللي هو في الفيكتور بالضبط التصرف في الفيكتور.
طيب وعلى بال ما يخلص ده، فهنا دي الفيكتور طبعا، كل كومبوننت في الكومبوننت اللي احنا شفناها قبل شوية إذا فيها statistics نخلص الرن نعمل له close. طيب هنا كل موديول على حسب التوصيف بتاع النت بتاعه دوت نت يعني فايل، يعني مثلا بالنسبة لل الراوتر ده هنا في السورس احنا قلنا عندنا هنا ما فيه الراوتر ده ما عنده statistics، ممكن في السب موديولز بتاعته يكون في statistics. فتحت مثلا عايزة واحد يكون فيه statistics. أنا عايزة أقول إنه الstatistics اللي ظهرت هنا في الملف بتاع الملف اللي إحنا شفنا ده، هي الscaler هو عبارة عن شنو؟ الscaler عبارة عن مجاميع و counts و standard deviation، مجموعة من statistics موجودة هنا ده بالنسبة للscaler. أوكي بالنسبة لكل configurator، يعني الconfigurator بالنسبة لكل sub module موجود في الكونفيجريتر ايه ده، مثلا هوست ولا كان سيرفر ولا راوتر ولا اي من السب موديولز الموجوده، اذا كان في التوصيف بتاعه وفي الكود بتاعه في statistics معرفه فبتتحفظ وبتسهل لنا هنا، بتسهل لنا في اللي هو السكيلر. طيب الان دي السكيلرز المتاحه الموجوده بالنسبه للموديولز اللي شفناها، ودي الفيكتورز تمام. طيب في هيستوغرام طبعا، ممكن نطلع الهيستوغرام داتا. ما في هيستوغرام بالنسبة للموديل ده. طيب المهم انا طلعت الداتا بتاعتي في شكل سكيلرز وفي فيكتور، ما عندي هيستوغرام الان. بقوم اوديها وين، يعني في أساليب كثيرة لعرضها عرض النتائج وتحليلها. طيب الآن شفنا إنه هنا في إمكانيات محدودة بالنسبة للأومنيت آي دي إي في عرض النتائج. في طريقة ثانية اللي هي نفس الإسكيلرز والفيكتورز ده والفيكتور داتا دي، ممكن أحولها لشكل بتاع إكسل فايل اللي هو كومن سيبريتد فيجن، واتعمل بعد ما حوله ليكم سيبريتد فيرجن بعد ده بيبقى عادي ممكن اشتغله في بايثون ولا ار. ففي تول هنا انا في العرض انت الحاجه دي اللي هو في تولز معينه بقدر استخدمها يوز اسكاب في تول تو كونفرت سكيلرز اند فيكتورز تو كومن سيبريتد فيرجن، وبعد ذلك use Python or R to generate statistics and graphs. فبقوم في هنا الشيل بتاعة اللينكس، بقوم بشغل التول. ما شايفين صح؟ عمل stop وشغلها. شنو انت شايف شنو بالضبط؟ انا مظهر الشيل بتاعة اللينكس. لا كان راكي لسه في النتورك. طيب دي الشيل بتاعت اللينكس. أوكي. شغل التول اسمها اسكار في تول، بحدد البارامتر اكس مثلا وحدد نوع الفايل اللي انا عايزه احوله ل اكزيل اللي هو مثلا فايل بتاع فيك ده ماينس او، واسمي الفايل بتاعي انا طبعا هيحفظه لي في نفس المكان ده اكيد. وبعمل انتر بحول لي الداتا اللي موجوده في سكيلر فايل الموجود في الأومنيت ده، بيحوله إلى ملف اسمه sample.com separated version. بنفس الطريقة ممكن استخدم استخدم نفس التول دي في تحويل ملف بتاع فيكتور إلى
الى ملف بتاع اكسل. ملف الفيكتور بياخد دائما وقت طويل، يعني الملف اللي اشتغلته قبل شويه ده اخذ معي 4 ساعات عشان احول اللي هو الفيكتور داتا الى الى اكسل فايل. تمام، بعد ما تحول الى فيها كم فيتشر دي فيها كتير فيتشرز كثيره وفيها كومبوننتس كثيره. وعلى راس كل يعني او كل ران، مش كل ران، كل ايفنت في بعض الـ يعني في داتا از فيكتور بتتحفظ في الملف. فالايفنتس كثيره جدا. ايوه هاي ديميشن. ف طلعنا الداتا، الداتا صارت محفوظه في المكان ده. طيب بقيت الداتا موجودة عندي ومخزنة في الديسك، مثلا محفوظة في المكان ده، لأن السكيلرز فايل تقريبا كانت في نفس المكان ده. المهم ده الملف بتاعي اللي أنا حولته، أول حولت للملف البيانات من الفيكتور فايل والسكيلر فايل، وصار عندي ملف بتاع إكسل جاهز للمعالجة بواسطة أي لغة لغة سواء كان R أو بايثون. ده شكل الملف. ده شكل الملف اللي تم تحويله. فيه ملف كبير جداً. طيب ما في أي طريقة بتاعت فيجواليزيشن ولا شيء؟ فيجواليزيشن لازم R أو بايثون. ولا بايثون. طيب أنا مثلا حولت حولت الملفات دي باستخدام بايثون. طبعا لازم اعمل اشغل بايثون جوا بيتر. سال؟ أيوة جهازي شكله معلق. طيب في حاجة تانية إضافية في الموديل ده كانت خطة تعرضية ولا كده؟ الموديل ده في حاجة إضافية اللي هي الابليكيشن اللي أنا مفروض أعمله، يعني دي حاجات اوريدي موجودة يعني جمعناها كونت الشبكة بتاعتنا. بعد ذاك بنيجي لل contribution. أي contribution. طيب contribution اللي هو عبارة عن ابلكيشن بنعمله بطريقه معينه. بس افتح لكم الريزلت كيف بنعالجه في ده. طيب ده اللي هو بايثون لوكال هوست بتاع البايثون. اوكي البايثون يشتغل على العادي يعني اللي هو السبايدر، وهنا بنطلع البيانات بتاعتنا في شكل اللي هو ده حولته انا من الملف بتاع الاكسل الى جراف. يس ففيها جرافات حلوه البايثون يعني احسن من اللي موجوده هناك. في هنا في العرض طلعت بعض الجرافات
يعني مثلا زي الجراف ده، ده فيه اللي هو النتورك ترافيك بيفور اتاك، يعني قبل ما يحصل الاتاك. ده شكل الداتا اللي هي اللي حصل لها انكابسوليشن او ما ظاهر لنا حاجه كساد، ما عم شير سكرين. المشكله انه الزوم ده ما فيه شير للكل. لا يعني الا واحده بيدعمها مع الابلكيشن. طيب هنا عندنا دي الداتا اللي هي قبل الاتاك، نتورك ترافيك قبل الاتاك، و بالنسبه للسيرفرز الثلاثه، سيرفر 1 2 اند 3، يعني متساويين، لانه الموديل بتاع اللي هو بتاع النت الكلاين سيرفر في النتورك بتاع تي دي انه يكون في يعني توزيع عادل بين الريكوست الماشيه للسيرفرز، يعني وزع يعني بيكونوا قريبين من بعض. فواضح انه هنا زي بعض يعني الترافيك الماشي للسيرفرز. هنا لما حصل الاتاك كان مستهدف سيرفر واحد اللي هو سيرفر 1، فهنا ظهرت اللي هو الانكريز السدن انكريز بالنسبه للترافيك بالنسبه للسيرفر سيرفر 1. طيب دي عملتها بالبايثون. زي ما قلت لكم الجراف بتاعته ممكن تكون احسن من الاكسل والاشياء الثانيه. طيب يلا نجي للحاجه اللي هي الكونتريبيوشن. لو عايز تعمل كونتريبيوشن بالنسبه ل الانفايرومنت دي، طبعا الانفايرومنت دي ما بنختارها كده عشوائي، يعني بنختارها وبنبرر ان احنا ليه عملنا شبكه زي دي، يعني انا ليه جربت الموديل بتاعي على شبكه زي دي، فلازم ابرر. اوكي، فالان انا عندي الشبكه جاهزه. الابلكيشن زي ما قلت لكم اللي هعمله هيكون مضاف في مثلا الهوست في ابلكيشن هنا في دي. ما شايفين صح؟ ما شايفين السكرين، يا ريت لو تشيريها. يعني الهوست هو اللي يعمل الانتروجن ديتكشن؟ لا، انا الهوست اللي هو الانتروجن ديتكشن سيستم بتاعي هوستد في الراوتر. اوكي، في الراوتر. يس، يعني اول ما الراوتر مثلا يحصل في اتاك، مثلا نعمل دروب للباكيتس ويعمل ستوب للسورس بتاع الاتاك، فهو موجود في الراوتر. طيب قلنا انه الابلكيشن موجود هنا بتاعي مثلا في اب ده. طبعا على حسب الابلكيشن، اذا كان تي سي بي ولا كان على حسب البروتوكول بيشتغل عليه. فانا الابلكيشن بتاعي موجود في المكان ده. طيب فبنقوم لما نيجي نعمل ابلكيشن، انا قمت عملت اكستند للاي نت، لانه يعني الموديل بتاعي بنبني على مودلز اصلا موجوده في الاي نت. فبنقوم بنعمل شنو في هذه الحاله؟ بنقوم ب يعني عمل الموديل بتاعنا based on whatever، يعني مثلا UDP ولا TCP، ولا في ناس بيشتغلوا بعض الأنظمة على voice over IP، فبتختار على حسب شنو انت عايز تعمل extend. انا عايز اعمل مثلا extend ل TCP IP، او هنا في applications كثيرة في TCP IP او في TCP application اللي هي منها TCP application based. ده أساسي جدا، يعني في حاجات إرسال واستقبال، بس في TCP client، في TCP server، يعني دي كلها أساس لـ project ممكن نبنى عليها. أوكي، ممكن الشخص يعمل project خاص فيه from scratch من الصفر. أوكي، الابليكيشنز دائما بتكون في، يعني في الحاجة اللي أنا لاحظتها إنه في object oriented يعني مستخدم في بناء المودلز الموجودة دي، يعني طويل جدا. يعني مثلا الموديل بلقاه مثلا extend ل many classes. اوكي، فمثلا عندي ده application اسمه uh,
ايوه ده تي سي بي ابلكيشن او تي سي بي كلاينت، نفرض ان تي سي بي كلاينت ابلكيشن. كويس، لاحظي تي سي بي كلاينت ابلكيشن ده طبعا التوصيف بتاعه موجود في الهيدر فايل حقه. طيب عشان نعرف الاكستند بتاعه، طبعا في النهاية كلهم لازم to be extended من اللي هي سي سيمبل موديل. طيب ده تي سي بي كلاينت ابلكيشن انهيرتنس من مين؟ من تي سي بي بيز، تي سي بي ابلكيشن بيز، ومن واحد تاني في مالتي انهيرت كمان، ممكن تعمل مالتيبل انهيرتنس من لايف سايكل. في حاجة اسمها اي لايف سايكل، ده عبارة عن انترفيس. فأنا لو تابعت ال يعني الباث ده بلقى انه طويل جدا، ف ده التي سي بي ابلكيشن بيز هنجي نلقى انه موجود في واحد تاني هو برضو انهيرتد من واحد تاني. يعني مثلا تي سي بي ابلكيشن ده من سي، ايوه من سي سيمبل لاخر واحده، بعدها ما في، بعدها في سي اوبجكت والاشياء دي. ومن تي سي بي سوكيت اي كول باك، فبنلقى انه في كود كتير جدا يعني اللي ورا موجود. اوكي، فبيقوم مثلا الموديل بتاعي اللي انا هعمله فيه حاجات زياده بالاضافه للاشياء الاصليه الموجوده في التي سي بي ابلكيشن، اللي هي بتعمل شنو؟ ارسال واستقبال. تي سي بي ابلكيشن يعني وظيفته انه يرسل ويستقبل. اوكي، فانا حقي فيه حاجات زياده، انه بعد ما يرسل بعد ما يستقبل يحلل الداتا بشكل معين، مثلا يشوف المسج فيها شنو، بناء على المحتويات بتاعت المسج طبق شيء معين. اوكي، وبناء على شيء معين موجود في الشبكه، في كمان مربوط مع ابلكيشن ثاني، فبيقوم يعمل رياكشن معين ويعمل سنت. اوكي، ف يعني الحاجه دي متوفره في تي سي. انا يعني اكثر واحد نفع معايا اللي هو تي سي بي ابلكيشن بيز، واللي هو extended من TCP application base، واللي هو جاي من socket برضو I call back، وبرضو من C symbol. دي كل الحياة الموجودة فيه اللي ورا يعني. ف يعني هو traumatic. برجع تاني للسؤال بتاعي قبل بتاع طيب. كيف نقدر نعمل evaluation لل intrusion detection system بتاعي ده؟ is better than X or Y. Okay. في حتتين في الانتروجين ديتكشن سيستم لازم يكونوا واضحات. طيب. أول حاجة كيف إنه أنا عارف إنه والله الترافيك ده is attack ولا normal؟ هل ده attacker عامل denial of service attack ولا ده والله normal traffic؟ لازم يكون عندي classes يعني استخدام المشين ليرنينج والارتفيشال انتليجنس والداتا مايننج والحاجات دي، في انه بيساعدنا تو كلاسيفاي ان احنا قاعدين بنتكلم على اي نوع من الترافيك. الحاجه الثانيه المهمه في الايفالويشن برضو اللي هو النوع بتاع الالارمز اللي بيجيني، لانه في اربع انواع بتاع الالارمز. عندي والله ترو بوزيتيف ده لو كان الاتاك صحيح، عندي ترو نيجاتيف، عندي فولس بوزيتيف، وعندي فولس نيجاتيف. صح؟ ايوه. فدير ما شايفه الناس هنا لا ده ديتيلز دي طبعا في ديفيزيز. اول شيء بالنسبه لي انت قلت كلاسز صح، قلت طيب انا الموديل بتاع الريينفورسمنت ليرنينج هو اصلا تو افويد موضوع الكلاسز دي. اوكي، لانه كلاسز معناها انه لازم يكون عندي براير داتا، صح؟ يكون عندي داتا جاهزه ادرب عليها الموديل وبعد ذاك استخدمه for future. صحيح. فهو الريينفورسمنت ليرنينج اصلا بيجرب يعني في حدث معين في الشبكه وبيقوم ايوه هيورستيك اجتهادي هو اصلا، فبيقوم شنو مثلا يخمن انه اتاك مود اتاك بناء على مثلا انكريز ولا ديكريز. المهم ومرات عشوائي يعني، في الكيو ليرنينج عشوائي يعني بيختار عشوائيا. طيب بناء على الاكشن اللي هو بيتخذه وال
النكست ستيت بتاعت الشبكة، فهو بيعمل تقييم، بيعمل تقييم لل في حاجة اسمها كيو فاليو، بيقوم يحسب كيو فاليو. فالكيو فاليو الثريشولد بتاع كيو فاليو منو بيخطو؟ الكيو فاليو هو لو يعني لو كان هيت لو صادف صح يعني فبياخد واحد، لو كان ما صادف يعني ما عمل هيت فبياخد زيرو. بعدين يعني على الحاجة دي على سايكلز مراحل، أوكي. في النهاية بنطلع بكيو، قيمة الكيو النهائية دي بناخد عليها القرار بتاعنا إنه الشيء ده أتاك ولا ما أتاك. فده reinforcement learning. فيه طبعا فيه يعني يعني مودلز كثيرة، في الكيو ليرن، فيه ستارسا، وفيه فيه فيه كم واحد. أنا مستخدمة كيو ليرن، واللي هو ده كان البيز أصلا بتاع بتاع ديب ليرن. ديب ليرن الكيو ليرن هو أساس للديب ليرن الموجود الآن. فده اللي هو يعني اصلا لما جاء الريينفورسمنت ليرنينج عشان ما يتفادى حكايه انه يكون في براير نوليدج، واحنا عندنا في الانتروجن ديتكشن ممكن البراير نوليدج ما تتوفر لانه عندنا هاي جنريشن اوف نيو اتاكس، فممكن ما تتوفر البراير نوليدج. فعلا دي واحده كان من الحاجات الكبيره جدا في الريسيرش على الانتروجن ديتكشن، انه يعني الانون اتاكس يعني عادي بتمر، او الاتاك ده بيضرب لحد ما الناس يتعلم وتلاقوا تخد كلاسز ولا كده، وبعد كده السيستمز المودلز كان كلاسيفايد. والله فيري انتريستينج ريسيرش يا ابتسام، اي ادميت، وتعلمنا منك، سعيدين جدا بانه يعني تشاركنا معك الجلسه دي. محمد ابو الريش زول بتاع اندستيريال سايبر سيكيورتي سال سؤال موجود معنا في السيشن، قال لك يا اخي طيب انت شغاله في الانتروجن ديتكشن سيستم، واي نوت ما تعملي انتروجن بريفنشن سيستم؟ يعني بدل ما نعمل ديتكشن خلونا نعمل بريفنشن. اوكي طيب، بريفنشن اللي هو ده طبعا الديزايرد، انه نمنع الشيء قبل ما يحصل. بالضبط. ف بس الحاجه دي صعبه في الاي دي اس، يعني انه يعني لو قدرنا نحصلها اتس اوكي، يعني حاجه بتكون كويسه شديد، بس صعب انه نعمل بريفنشن. كل الان الريسيرش الموجوده في الساحه ما في بريفنشن، كله ديتكشن، انه نكتشف الحاجه بس نمنعها خالص. اذا عملنا بريفنشن فممكن كمان يعني في الحاجات الموجوده وبتعمل بريفنشن بتؤدي الى ان افيلابيليتي، يعني إلا نمنع خالص. يعني مثلا أنا ممكن أقول الشبكة دي ما تستقبل إلا أشياء من داخل مثلا عندي لان بتاعت مؤسسة معينة وأنا عايز أعمل بريفنشن، أخلي إنه فقط التعامل يكون داخل يعني التراستد بالنسبة لي هو الأجهزة الموجودة في اللان دي، ما أي جهاز من برا. كده بكون عملت بريفنشن، بمنع ممكن إلى حد ما يعني، لأنه كمان يعني يكون في البوليسي، في البوليسي، وممكن يكون ممكن يجي الاتاك اوريجينيتد من داخل الشبكه. صح صحيح. فالبريفنشن از فيري هارد. تمام. قال لك لانه في شركات عندها اي دي اس مع اي بي اس، لكن انا اي داوت يا محمد ابو الريش، انا حافك المايكس يا شباب لو في زول عنده يعني مداخله ولا كده، لو في زول ما دار يتكلم ممكن يعمل ميوت للمايك بتاعه، لكن لو في زول دار يتكلم ممكن طوالي. تفضل يتكلم محمد ابو الريش. انا يداوت انها تكون يعني مستخدم الريينفورسمنت ليرنينج، لانه هو لسه في اطار الريسيرش. يداوت انه في ابلكيشن هاردوير وكذا شغال كذا. الحقيقه شفت السلام عليكم. شكرا. كيف حالك انور؟ تمام. وابتسام. شكرا على هذه المحاضرة. بس عندي سؤال، لأنه طبعا artificial intelligence بيجي ب 3 different modules، فأنا الحاجات اللي شفتها قبل كده إن هم بيقولوا إن هم السيستم حقهم واحد من السيستم، طبعا شفت تم عنهم إن هم عندهم IPS و IDS في نفس الوقت،
وهم ما ماشيين ليرن يعني ما بياخذوا، هم بياخذوا بيس لاين من السيستم في الاول بعدك بيبنوا الموديل حقهم. لكن اظن في الموديل حقك انت قلتي انه انت ما بتحتاجي انك براير نوليدج. ايوه هذا صحيح، ما بيحتاج براير نوليدج، بيعمل يعني خطا صواب خطا صواب لحد ما يحصل على نتيجه. اوكي، لانه الحقيقه شفت ان هم بيعملوا بياخذوا بيس لاين، بتعود على يعني بيعمل بيس لاين، بيتعلم الشبكه بتاعتك كيف معناها سوبرفايز، معناها سوبرفايز. اوكي طيب، وفي نفس الفكره تخيلت مثلا يعني انا ما اعرف الله من ناحيه تطبيقيه، لو عندك اي بي اس ممكن تعمل اي دي اس في نفس الوقت، لانه ممكن بس بارامتر تشينج والحاجات كده، يمكن في السوبرفايز ممكن. انتروجن بريفنشن اللي هو متوقف يعني ده ريميديشن، يعني ريميديشن بيعمل ريميديشن اي او بيوقف مثلا لو حاجه في حاجه غير يعني ريديفيت من البيس لاين بتاعك. أيوة انا ما فهمت، يمكن انا ما فهمت السؤال في المره الاولى. النظام بتاعي ده بيعمل الحاجه دي، يعني هو بيعمل اول ما يعني يحصل في حاجه سوسبيشس، فبيقوم في أثناء ما بيعمل التراينج بتاعه ده هو بيعمل سلو داون، يعني بيعمل دروب للباكيتس. دروب للباكيتس الشبكة أو السيرفر بيكون شغال، يعني ما بيحصل له دينايل اوف سيرفيس في نفس الوقت اللي هو بيتعلم فيه. وفي اكشن آخر اللي هو ده إنه يعمل يعني ستوب للسورس بتاع الأتاك، لكن كمان لأنه أنا لسه الأتاك ما متأكدة إنه ده هو يعني أتاك ولا يعني ما متأكدة إنه فعلًا هو أتاك ولا ما أتاك، فال better solution يعمل slow down slow down لحد ما يتأكد ويطلع بالنتيجة بتاعته النهائية إنه ده أتاك ولا ما أتاك بناء على ال queue value، حتى بعدك يأخذ قرار اللي هو ال stop. دي أنا صراحة ما عملتها بتاعت ال stop resource. Okay. يعني بيعمل slow down بس بيعمل drop للباكيتس. يعني في يعني الحاجة اللي عملتها انت هسي هو intrusion detection مع prevention صح، لكن ايوه بتوقفه فبالتالي ممكن يعني ده بيجيب على سؤالي انه ممكن لو عملت IPS ممكن تعمل IDS. ايوه في نفس ال IDS يعمل اللي هو عملية الريميديشن. بس انا فهمت اول في الاول انه كيف نعمل ال intrusion detection system بتاعنا preventive اللي هو دي اعلى مرحلة من ال اللي هو السكيورتي، اللي هو انه نمنع خالص ما يحصل، ودي طبعا قلنا مرحله صعبه تتعمل، والا يعني حنوقف الشبكه بتاعتنا خالص يعني، او نخلي نعمل بيعمل denial of service في الحقيقه، هو يعني الاعلى مرحله دي prevention للاتاك خالص ما يحصل، فبيعمل مشكله ثانيه اللي هي denial of service. هو لكن بس يعني لما نقول prevention احنا بنقول هي drop suspicious packet او حاجة غير يعني غير ما يعني غير تابعة للنتورك. يعني لما نعمل شنو؟ لما نلقى يعني مثلا يعني هو ممكن ده في السوبرفايز ان هو بيشوف تصرف غريب السيستم كل عام او تصرف غريب. هنا لما نحصل في ثريشولد معين، لما نتصل الباكيتس للثريشولد ده هو بيبدا يعمل الدروب، وفي نفس الوقت بيعمل الليرنينج انه ده اتاك ولا ما اتاك. يعني لما يكون الترافيك اقل من الثري شولد المعين فبتكون شبكه عادي، اول ما يصل الثري شولد فهو بيبدا يعمل لين لانه في شيء سوسبيشس، يعني بالنسبه له الحاجه السوسبيشس دي اللي هو لما يكون في اللي هو الترافيك يصل لحد معين يصير ثري شولد معين. اوكي وبيبدا يعمل الدروب في يعني ما يخليه يزيد من الثري شولد، اذا زاد يعمل دروب 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 تمام، فبكده بنضمن انه السيرفر بتاعنا شغال ما بيتوقف. طيب السؤال الثاني، هل جربتي مثلا الباكيت ده وكل حاجه تعملوه انترفيس مع سيم سولوشنز؟ مع شنو؟ سيم سولوشنز؟ بريف ستاديز يعني؟ اي او حاولت تجرب تعملي؟ ايوه مع سيم. نفس اللي هو انتروجن ديتكشن بيز اون مالتي ايجنت تو، باستخدام
الموديل السابق كان بيستخدم حاجة اسمها جيم ثيوري. فالموديل بتاعي عمل امبروفمنت، يعني في تحسن في الاكيرسي وفي النمبر اوف سايكلز تو ليرن. ما انا قصدي هل ممكن يعمل انترفيس مع سيم سولوشنز، يعني تاخذ اللوجز كلها ترسلها لحته سنترال عشان يشوف الحاجات كلها اللي حصل في الشبكه؟ ما يمكن سؤالي شيء صعبتها يا ابو حميد. اندستريال اكتر صح؟ يعني الاندستريال شديد. يعني في حاجه اسمها اوبرابيليتي وكده، اللي هو ننقل داتا من سيستم لسيستم الكلام ده. انا قصدي اللوجز تحت ده تعمل انت ديفيرمنت للاتاك، انه كانوا بتوديه لحته ثانيه. اقصد بحته ثانيه انه انك حته واحد، يعني حته سنترال تشوف كل اللوجز اللي حصلت في السيستم كلها. لا اللوجز ما اجرب. في بعض الريسيرش اتعملت على لوج فايل، يعني بتعمل بتشوف اللوج فايل فيه شنو وبتشتغل عليه. بس انا السورس الاساسي بتاع اللوج فايل. قلت شنو يا دكتور؟ الداتا سيت اصلا، يعني هو اللوج فايل هو الداتا سيت اللي بنشتغل عليه اساسا في الريد سيناريوز. يعني نعمل الانلايزر بتاعنا وبوريه الحظ شنو، اذا كان اتاك ولا كانت نورمال ترافيك ولا كده. ما بس عشان مثلا بعدين بعد ذاك، يعني مثلا لو عايز تشوف اناليسز الشبكه كلها حقتك غير زي مابينج كلها كده، بتخدها في سيم سولوشن. يعني بتديك لوجز من كل حاجه، من الكمبيوترات حقتك، من النتورك، يعني من مثلا عندك الراوترز مثلا بتودي لها اسم الحاجه اسمها السيب، تشوف اللوجز كلها تحت الراوتر في كل حاجه حته مشتركه، بس عشان تعمل اناليسز بعد ذاك. هو طبعا ممكن شنو يستخدم، يعني انا لو قلت مثلا فكر في حاجه في اندستري كيف يتعمل، انه بعد ما يتعلم الموديل يعمل ليرن ويحدد انه ده اتاك ولا ما اتاك، يعني يقدر يفرز ده نورمال اب نورمال كده، ممكن ناخده ده ك لوج التريننج داتا. هي التريننج داتا هي الفكره الاساسيه بتاعت الريفورسمنت دي، انه والله هو كان ليرن فروم اذر يعني ترين سيستمز، يعني ما محتاجين انه نشيل الداتا سيت ونعمل لها تريننج عشان نطلع منها موديل، والموديل بعد ذاك هو اللي حنستخدمه في الليرن. لا انما ممكن يكون بورو ليرن. الكلام ده شغال بينا في يوتيوب مثلا، نتفليكس وكده. الريكومنديشن بتاعتك يعني ممكن اول يوم تجي داخل بيعمل لك ريكومنديشن لفيديوز تكون هيوريستيك راندوم ولا بتاع، لكن بيزد على البروفايل بتاعك الجديد داخل بيه اول مره، السيستم بتعمل ليرنينج طوالي. وثاني مره بكون فيري اكوريت، وقد ما تيجي راجع تيجي داخل في فيسبوك الشيء مثلا برضو النادي الحياه بتاعتهم والابلكيشن بتاعتهم الشغاله بتاعت الريكومنديشنز مثلا ريكومندر سيستم بتاع بيبل يو مي نو ولا كده، كلها رينفورسمنت ليرنينج. هو طبعاً mainly the contribution بتاع البحث بتاعي اللي هو cooperation plus adaptation، يعني إنه كيف تو يعني نسرع عملية learning بدل ما تي مثلاً في 2000 cycle تكون مثلاً 1000 cycle، بدلاً من إنه يتعمل training على nodes تكون busy، ممكن تكون busy يتعمل على nodes اللي هي أقل يعني traffic، ما فيها ترافيك عالي. يعني يا شباب في زول عنده سؤال تاني ابتسار؟ والله صراحة الموضوع بتاعك very interesting، بس keep in mind النقاط اللي قلت عليك دي. Thank you. الحتة بتاعت كيف انه evaluate السيستم وكيف انه نعرف انه والله يعني دي اذا كانت false alarm ولا يعني positive. في زول عنده سؤال، لانه انا صراحة عندي ارتباط تاني. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي باشمهندس مصطفى، يا كيف الحال؟ حقيقة محاضرة شيقة ويعني جدا، فأنا بس عندي سؤال بسيط كده للدكتورة بخصوص الديزاين. شايف الديزاين في زي مثلا 3 راوترز أو كده، فمثلا إذا عندنا based on يعني شغلك إنه هو حيكون
الالجوريزم بتاع الانتروجن بريفنشن سيستم او انتروجن ديتكشن سيستم هو بيست اون يكون في راوتر مثلا من الراوترز. فهل هل هل مثلا اذا في راوتر عمل ديتكت لاتاك معين هل في كوميونيكيشن بيناتهم انه يحدد لانه الترافيك حق النتورك دائما بيمشي بمسارات معينه يعني مشى بالراوتر الاول هل في ممكن يكون يعمل كوميونيكيشن مع باقي الراوترز اساس انه ينبه انه في يعني انتروجن حاصل او في اتاك ينال اوف سيرفيس اتاك حاصل على من الهوست المعين ده مثلا؟ ايوه في كوميونيكيشن بين راوترز هو طبعا ده ديما الانفايرمنت اللي انا عملت عليها الانفايرمنت بتاعتي فيها 5 نودز 10 نودز 15 يعني كده 15 15 20 يعني في كل مره بيكون يعني بختبر الاكوريسي بختبر السايكلز اللي هي ما قد فيتشرز محدده انت مهتمه بها ايوه اللي هي البفر سايز و اللي هو البفر سايز بالاضافه ل الريت ريت اوف دروب اللي هو الدروب باكيتس الريت بتاعها طبعا مصطفى برضو سايبر سيكيورتي تلاقي لما فيك شفتي ناس سايبر سيكيورتي وكلهم ناس بتوع الاندستري وكلهم سيرتيفايد شفتي لا بدي لك مصطفى طبعا من المشرفين الرائعين جدا في مجموعه الباحثين السودانيين هو سايبر سيكيورتي اكسبرت عنده اعلى الشهادات في المجال وكذلك محمد ابو الريش برضو اندستريال سايبر سيكيورتي سيرتيفايد وعنده اعلى شهادات في المجال فديل كلهم نتورك بالنسبه لك انت ممكن تاخذهم كاسيتس وتاخذ وتدي معاهم في الريسيرش بتاعك along the way يعني شباب لو ما في زول ثاني عنده اي سؤال بالمناسبه عندنا مجموعه فرعيه بتاعت اي سي تي فيها كل الشباب ده الموجودين هي في مجموعه الباحثين السوداني في مجموعه خاصه بالتليكوم والكوميونيكيشن والانفورميشن تكنولوجيز فالناس ممكن تضم المجموعه دي برضو يدور فيها نقاش يكون في ليفل ديبلي تكنيكال كده اكتب العنوان حقه لانه ممكن اعمل لكم شير بس السكرين بتاعتي بسرعه كده اوريكم اياها مجموعه تقنيه الادمن فيها السيد مصطفى سايبر سيكيورتي ذاته لسه زرانه بالسؤال ده فهندير مجموعه ممكن الناس تمشيها مجموعه مختصين تقنيه المعلومات والاتصالات ومرتب وترتيب ظريف وجميل و... ده مصطفى جعفر ده هو ذاته ادمن هنا ممكن الناس تتواصل معه بخصوص مجموعة الباحثين السوداني ولا بخصوص المجموعة الفرعية. أستاذ امتثال والله الواحد سعيد جدا وطبعا اخواننا برضو ندي كريدت لامتثال لأنها هي اللي بتنسق الجهود بتاعة التدريب للمبادرة الفرعية من مبادرة الباحثين السودانيين اللي هي التحول للتعليم الإلكتروني في الجامعات السودانية في خلال الجائحة بتاعة كورونا هي حاليا بتقود معها أستاذة ندى وأستاذ أحمد داود وثاني معكم منها سهير وعمار وعمار صديق بيقودوا التنسيق لانه يدربوا كل الاساتذه في الجامعات السودانيه الراغبين طبعا في ناس بيكونوا يتدربوا كده يدربوهم على كل البرامج بتاع التعليم الالكتروني اللي هي مودول وتيمز مايكروسوفت تيمز وجوجل كلاس روم والى اخره فدي فرصه برضو للناس المتابعين وعندهم رغبه يكونوا جزء من التدريب ده سواء متدربين ولا مدربين انهم يكونوا جزء من الجروب امتثال كتر خيرك الله يجزي خير تعلمنا منك كثير جدا وشكرا لكم انتم كمان على الاستضافه وعلى الاسئله الله يديك العافيه انا موفقه في بحثك ونحن قريبين في اي حاجه ممكن نعملها شكرا جزيلا لك يعطيكم العافيه اوكي السلام عليكم